بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الرب. في البداية أرحب بكم جميعاً وبكل عراقيين بهذه المناسبة، مناسبة العيد المجيد اللي بدأت ترميم عظيم. في يوم الميلاد توقف الحرب، ويجب أن نفكر بالحياة، ويجب أن نفكر بكيفية الاستمرار بالأمل. عندنا تحديات، كل شعوب العالم مرت بتحديات، وحتى العراق رغم الظروف الصعبة على جميع الصعيد، لكن عندنا فرصة أمل. يجب أن نصنع هذا الأمل. الأب ساكو تكلم بكلمات بسيطة ولكن عميقة بمعناها فيما يخص بناء الأمة. الله سبحانه وتعالى خلق البشر قبائل وألوان وأديان، يجب أن نحتفظ بهذا الأرض الذي من علينا الله سبحانه وتعالى والحافظ عليه حتى يكون عنصر قوة. أقول لكم في هذا اليوم وفي هذا المكان المقدس في كنيسة مار يوسف نحتفل بأعياد الميلاد المجيد التي أصبحت رمز للهوية الوطنية العراقية. تكلم الأب عن حضور السيد عمار حكيم كل سنة يكتر على الكنائس، هو رمزية ودلالة على وحدتنا في هذا اليوم وبهذه المناسبة. يجب أن تكون هذه الهوية وهذه الرمزية عابرة للطوائف وللأديان، إذ نحتفل العراقيون جميعاً بهذا اليوم وبهذا اليوم المجيد كمسلمين ومسيحيين وباقي المكونات الموجودة بهذا البلد العظيم. أياماً للاحتفاء بالجانب الروحي وكذلك بالتسامح والمحبة والسلام. ولادة السيد المسيح عنوان للمحبة. البعض يلتجئ إلى الحروب ويلتجئ إلى السلاح. الأب ساكو تكلم عن صبر رئيس وزراء، ما عندنا سلاح غير الصبر. هم عندهم دبابات وطائرات، احنا عندنا التسامح والحب من أجل العراق ومن أجل الشعب العراقي ومن أجل الجميع. ما عندنا خيار غير الحوار. ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة في إطلاق رصاص. الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بالعراقيين ويليق بالمسيحيين والمسلمين وجميع مكونات المجتمع العراقي. توحدنا هذه الأيام المقدسة وذكرى سيدنا المسيح نبياً للمسيحيين والمسلمين على حد سواء. قد وحدنا في السابق، التحدي الكبير هو التصدي للعدو الإرهابي من تنظيمات تكفيرية وإرهابية. توحدنا واليوم نتوحد في هذا اليوم المجيد، يوم ولادة السيد المسيح عليه السلام. حد يشارك كل العراقيين جميعاً بجميع مكوناتهم بالحرب ضد الإرهاب وداعش، وقدموا الكثير من الدماء كي يعيش العراقيين بسلام ويعيدوا في بناء بلدهم، ومن أجل أن تكون هناك تجربة ونعتبر من أخطاء الماضي. ومن هذا المنطلق أحب أن أذكر بزيارة نيافة الأب فرانسيس إلى العراق، وكانت هذه الزيارة مصداقية على أهمية العراق ودور العراق الرمزية من الجانب الروحي ومن الجانب تاريخ وعمق العراق في عمق التاريخ وموقع الاستراتيجي في المنطقة. وقد بعثت هذه الزيارة اهتمام جميع دول العالم بأن العراق حي وسوف يبقى حي، وكموطن وموطأ قدم لكل الأديان السماوية من إبراهيم عليه السلام وحتى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل لجميع الأديان. ويجب أن يستمر العراق بمنطلق لهذه الأديان. هذا البلد بلدكم، يمثل تنوعا دينيا فريدا في العالم، ولكن مع الأسف الشديد البعض حاول أن يحول هذا التنوع إلى عنصر ضعف. ويجب أن يكون هذا التنوع عنصر القوة. كثير من دول العالم، أنا دائما أكرر هذه المقولة، تستثمر مليارات الدولارات من أجل صناعة التنوع في مجتمع، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا التنوع، فالمطلوب شو نحول هذا التنوع إلى عنصر قوة وليس عنصر إلى التفرقة. نعم، مرينا بظروف صعبة على مدى 17 سنة، وبالخصوص بالسنة الماضية، السنة ونص الأخيرة اللي توليت فيها حكومة، بظروف معقدة، ولكن هذا قدرنا هو أن نكون في العراق ونعيش على أرض العراق اللي عمرها أكثر من 6000 سنة. ما عندنا خيار إلا أن نصنع الأمل
ونحيي هذا الأمل في أرواح وروح كل العراقيين من أجل المستقبل. هذا التحدي طبيعي في أي نظام ديمقراطي فتي. أنا لا أعتقد أكون سداد سياسي في العملية السياسية. نعم هناك انتخابات وهناك تحديات، هذه طبيعة النظام الديمقراطي. حتى في الدول المتحضرة هناك تشكيل حكومة تطول بعض الأحيان 6 أشهر، وأتذكر في بلجيكا أحد المرات طولت سنة تأسيس الحكومة. فيجب أن لا يكون هذا الحوار يبعث إحساس بفقدان أمل، بالعكس يجب أن نتفائل كثيراً، ولكن أن يتحول الحوار بالتهديد والابتزاز والسلاح هذا مرفوض مطلقاً وغير مقبول. ويجب أن العراقيين يتوحدوا جميعاً ضد هذا الابتزاز الذي يحاول الحوار تحت عنوان البندقية أو تحت عنوان التهديد، هذا غير مقبول مطلقاً. يجب أن نبني العراق عن طريق التفاهم. وقد كانت لحكومتي تحديات كبيرة، ولكن حاولنا نذللها وعملنا على النهوض بجميع قوى المجتمع وبمكوناتها الخيرة كافة من أجل تدعيم مكانة العراق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن محاولة دعم النهضة الدينية والروحية في هذا البلد والوطنية لجميع أطياف المجتمع العراقي من أجل إرجاع التلاحم بين جميع مكونات هذا البلد. وقد كان لأهلنا المسيحيين دور كبير وتكاتف رجال الدين والقيادات المسيحية مع المكونات الأخرى من مسلمين وغيرهم دور لا غنى عنه، فكان دور كبير لمسيحي العراق. رغم مع الأسف الشديد بالفترة الأخيرة نسمع كلمات أن المسيحيين بعاداتهم تقل، ولكن على الرغم من هذا العدد كان دور المسيحيين كبير في العراق. ولذلك يجب أن نشجع المسيحيين البقاء في العراق. أعرفك تحديات، ولكن يجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص نجاح، وندعي كل مسيحي العراق في الخارج العودة إلى بلدهم. يوم أمس كان عندي مجموعة من الشباب العراقيين المسيحيين جاءوا من أمريكا ومن أوروبا وكانوا يبحثوا عن فرصة للمساهمة في بناء هذا البلد، فهناك فرصة لإعادة البناء. ولذلك يجب أن يكون العراقيين متعاونين فيما بينهم لمساعدة الحكومة في إعادة بناء الهوية الوطنية العراقية، حتى نبعد الفرق بين تحتاج إلى هوية جامعة لنا هي الهوية الوطنية العراقية. لقد عملت هذه الحكومة خلال فترة قصيرة رغم كل التحديات إلى محاولات قد تكون متواضعة، ولكن تؤسس المستقبل خير إن شاء الله على الصعيد الاقتصادي. قبل أسبوعين تم رفع تصنيف العراق درجتين، وهي من الحالات النادرة تحصل في دول العالم الثالث أن التصنيف يقفز درجتين عن طريق تنفيذ بنود الورقة البيضاء اللي هي ورقة واعدة بإعادة الاقتصاد والحياة إلى طبيعتها في العراق. يجب أن نعمل سوية على أن يكون العراق محافظ على كل أبنائه، ومن غير معقول ومن غير ممكن أن نتصور العراق بدون مسيحيين. يجب أن يكون المسيحيين لهم دور، ويجب أن يكون لهم دور في حماية هويتهم كذلك. إعادة المهاجر المسيحيين ينبغي أن تكون أولوية لهذه الحكومة والحكومات المستقبلية. مرة ثانية أشكركم جزيل الشكر، أتمنى لكم كل الخير بهذه المناسبة ولكل العراقيين الطيبين. يجب أن نتعود على حب الجميع. الكراهية لا تبني دولة، والحقد لا يبني دولة. التسامح والمحبة حتى من يخاصم الحكومة إيدنا ممدودة للجميع من أجل العراق ومن أجل العراقيين. وشكرا جزيلا.